لمعرفة التفاصيل حول هذا الخبر الهام وجهود الدولة بينضم لينا عبر الهاتف دكتور أحمد مجدي جنيدي أستاذ الإدارة الاستراتيجية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. هذا الخبر بيتحدث عن نقطة هامة جدا، وهي إعداد استراتيجية متكاملة من الدولة المصرية لمواجهة ومكافحة أزمة البطالة. حدثنا عن هذا الأمر لو سمحت. تمام. طبعا احنا امبارح طبعا اجتمع السيد الرئيس، طبعا رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، مع مجموعة من السادة الوزراء والمسؤولين بخصوص إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة البطالة، ودي كانت طبعا بتوجيهات وبرعاية السيد الرئيس عبد الفتاح. طبعا زي ما احنا عارفين مشكلة البطالة دي من أخطر المشكلات اللي ممكن أن تهدد استقرار المجتمع المصري، إن يكون عندك أفراد عندهم مهارات وخبرات معينة وفي سن العمل ولا يستطيعون طبعا الحصول على أعمال مناسبة، طبعا دي لها آثار اجتماعية واقتصادية سلبية كبيرة. ومن هنا الدولة أطلقت طبعا استراتيجية وطنية متكاملة. يعني استراتيجية يعني خطة أو رؤية طويلة الأجل لمكافحة هذه المشكلة، وزي ما حضرتك تابعنا راح يتم تشكيل كمان فريق عمل لمتابعة تنفيذ هذه الخطة وتنفيذ السياسات والبرامج عشان يتم تنفيذها على أرض الواقع. طبعا الاستراتيجية دي بتقوم على عدد من المحاور. الدولة هتركز، وده لابد منه، اللي هو تطوير التعليم، خاصة الاهتمام بالتعليم الفني، التعليم التطبيقي، التعليم التكنولوجي. الدولة بالفعل أنشأت 6 جامعات تكنولوجية جديدة تستهدف إنشاء كليات للذكاء الاصطناعي، وعندنا طبعا جامعات أهلية جديدة بتخصصات بيحتاجها سوق العمل. كان من ضمن أهم أسباب مشكلات البطالة إن إحنا كنا بنتوسع في تخصصات مش محتاجها سوق العمل وبأعداد كبيرة. فبالتالي دلوقتي دي من أهم الاستراتيجية من وجهة نظري، هو الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي، إن أنا أخرج خريج قادر على مواكبة سوق العمل وممكن أصدره كمان. ده كلها طبعا دور كبير في توفير فرص العمل. طيب دكتور أحمد، خليني أخذ من كلام حضرتك وأسألك، لأنه الحقيقة الدولة لا تدخر جهد الحقيقة لتوفير فرص العمل، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما بيشيد بالمواطن المصري وتحمله المسؤولية وأنه بيشتغل على نفسه. طب على الناحية الثانية، حضرتك أستاذ في الإدارة الاستراتيجية، على المواطن المصري أنه يعمل إيه، أو على الشباب أنه يعمل إيه علشان كمان يبقى الموضوع فعلا حلقة واحدة أو كتف بكتف، لأنه أكيد إحنا علينا دور. طبعا ده دور رئيسي. ان الشباب، انا من وجهه نظري حتى انا بقولها لطلبه الجامعه عندي، اللي هو ثقافه العمل الحر، ان هو ما يعتمدش على الوظيفه التقليديه، لازم يكون عنده ثقافه. والدوله بتشجع دلوقتي المشاريع طبعاً الصغيره. ده دعم، ده هو ده الشريان الرئيسي للنهوض بالاقتصاد المصري، هو المشروعات الصغيره والمتوسطه. سر تقدم دول زي ماليزيا، سنغافوره، الوحش الاقتصادي اللي هو الصين، قائم على المشروعات الصغيره والمتوسطه. الدوله عملت مجمعات صناعيه كبيره جدا، بقت بتشجع على دراسات الجدوى للشباب، بتعمل تسويق للمشروعات وتمويل بشروط ميسره جدا. فهي هنا بقى محتاجين ثقافه العمل الحر، ثقافه اكتساب مهارات لسوق العمل، ما اعتمدش على الدراسه الاكاديميه. وده اللي انا بنصح بيه كمان شباب الجامعه، ما تعتمدش على الشهاده فقط، لازم يكون عندك مهاره، لازم يكون عندك ثقافه العمل الحر، ولا تعتمد على الوظيفه التقليديه. يبقى محتاجين ثقافه مجتمعيه بالاضافه طبعا الى جهود الدوله. والدوله عندها استراتيجيه زي التعليم الفني والتكنولوجي، دعم المشروعات الصغيره والمتوسطه، عندنا كمان تشجيع للاستثمار، لازم يكون في الاستثمار من اجل التشغيل. احنا الدوله بقت بتعمل او هتعمل على ازاله كل الطيب والمعوقات الاداريه، ان انا ادي حوافز ضريبيه او حوافز ماليه للمستثمرين. شفنا موضوع الرخصه الذهبيه، الاستثمار يعني مزيد من المشروعات، يعني مزيد من توفير ملايين فرص العمل. احنا حاليا في ازمه اقتصاديه عالميه، عندنا تاثر في سلاسل الامداد وحركه التجاره العالميه، بالتالي ده متاثر على في تاثير على المنظمات، وبالتالي لابد من الاهتمام بقى بالاستثمار عشان اوفر فرص عمل حقيقيه للشباب. طبعا الاستراتيجيه طبعا دي جهد مشكور من الدوله، ان هي عندها استراتيجيه لازم لها رؤيه او خطه لتنفيذ هذه الاستراتيجيه، وماشيه بمحاور كثيره بشكل متوازن، تعليم فني، دعم مشروعات صغيره ومتوسطه، دعم المستثمرين، وكمان زي مبادرات زي مبادره فرصه، مبادره تمكين المراه برضو اقتصاديا،
كل ده هيبقى له دور كبير في توفير فرص العمل. البنية التحتية اللي احنا بنشوفها والبنية الأساسية وتطويرها ده بيوفر مزيد من فرص العمل. صحيح. طيب دكتور أحمد، خليني برضو أستفيد من وجود حضرتك معايا، وحضرتك أستاذ في الإدارة الاستراتيجية. حضرتك تحدثت في نقطة مهمة عن العمل الفني. احنا كان عندنا مشكلة من 15 أو 20 سنة في فهم أهمية العمل الفني. أرجوك حدثني كيف يمكن أن يستفيد المجتمع بالمشاريع الاقتصادية من خلال التعليم الفني؟ التعليم الفني انا هخرج خريج عنده مهاره تكنولوجيه ومهاره فنيه وتطبيقيه في اعمال محتاجها المجتمع، خاصه احنا في عصر التطور التكنولوجي الهائل، احنا في عصر الذكاء الاصطناعي، فانا محتاج يكون عندي شباب خريجين عندهم قدره على التعامل مع الذكاء الاصطناعي ومع التطور التكنولوجي في كل المجالات، سواء طبيه، هندسيه، حتى في اعمال البناء، حتى في الاعمال الاداريه. فالدوله دلوقتي اصبح في تخصصات جديده الدولة بتنشئها خاصة حتى في كل المجالات، الاهتمام بالتكنولوجيا، التوسع في قسم نظم معلومات الأعمال، التوسع في كلية الذكاء الاصطناعي والحاسبات، التعليم الفني التطبيقي، طبعا ده مهم جدا. قبل كده كان في مشاكل، احنا كنا بنتخصص أو في توسع في التخصصات الإدارية اللي مش محتاجها سوق العمل وبأعداد كبيرة جدا. فطبعا التحول بقى اللي هو بالاهتمام بموضوع التعليم الفني ده مهم جدا. برضه احنا عندنا الطلب مقنعة كنت عايز اتكلم عنها، في بعض الجهات خاصة في القطاع الحكومي في عمالة زائدة، فالدولة هتعمل حاجة اسمها التدريب التحويلي، اللي انا بشوف الناس اللي انا عندي فيها فائض، انا ممكن اعمل لهم تدريب اللي انا يكتسبوا مهارة اللي انا اقدر اشغلهم في اماكن فيها عجز او اماكن احنا محتاجين المهارة دي فيها. ففي محاور كتير للاستراتيجية الدولة ماشية عليها دي على التوازي للقضاء على المشكلة دي. طبعا مشكلة كبيرة زي ما قلت في الأول، المداخلة اللي هي بتهدد استقرار المجتمع المصري، واحنا لسه ما زلنا في الحدود الآمنة، يعني النسبة دلوقتي تقريبا 7.4 من إجمالي القوة العاملة، نسبة الاقتصاد لسه في الحدود الآمنة، وإن شاء الله مع مزيد من التنفيذ بقى صحيح على أرض الواقع إن شاء الله هتقل هذه النسبة. صحيح. يعني هي حلقة متكاملة الحقيقة دكتور أحمد، فكرة إنه ما تقوم به الدولة لازم كمان المواطن المصري بكل فئاته العمرية الحقيقة إنه يكون كمان قد المسؤولية، وده الحقيقة بيشيد بيه الرئيس عبد الفتاح السيسي علشان كلنا نكون إيد واحدة لبناء الوطن. دكتور أحمد مجدي جنيدي أستاذ الإدارة الاستراتيجية، شكرا جزيلا لحضرتك، شرفتنا ونورتنا.